طبعا اي حد معاصرش فتره بدايه الالفينات محدش هيفهم اللي انا عامله والشياكه دي كلها. طبعا اي طفل بيتولد عادي جدا بيبقى يعني نازل من غير شعر او شعره خفيف خالص كده، الا استاذ خالد سليم. استاذ خالد سليم نازل وشعره سايح، تحس ان هو مستشوره او ضربه كرياتين مثلا وهو جوه يعني. بيتهيألي أستاذ خالد سليم هو مؤسس علم الأفوارة وهو اللي ابتدع الموضوع كله. يعني بيتهيألي لو هناخد بالنا في كليب ياللي غايب، هو البنت اللي كان بيحبها اللي طالعة معاه في الكليب كانوا بيلعبوا استغماية باين ولا حاجة واستخبت أو تاهت منه يعني، فراح مغني لها على طول بقى ياللي غايب زي ما أنتم شايفين كده بالظبط. موضوع أوفر أوي يا أستاذ خالد. وبصراحة في كده كام عمل فني لأستاذ خالد سليم يعني بيتهيألي محدش فاكرهم وأنا كمان مش فاكرهم، بس اللي أنا فاكره من الموضوع كله إنه دايما بيطلع بدور الجان اللي هو مثلا رشدي أباظة. بس هو الموضوع الغريب فعلا أنا مش عارف مين اللي ممكن يكون يعجب بأستاذ خالد سليم. يعني هي فعلا الحالات دي تستحق الدراسة، لازم ندرس الموضوع ده يا جماعة، مين اللي ممكن يعجب بالجان خالد سليم. ومن كتر حب أستاذ خالد سليم في الجيم وفي الرياضة بشكل عام، دايما تلاقوه في أي كليب ليه في بدايته لازم يبقى فيه تمرينة باي وحاجة تراي كده، لازم تسخين عشان أستاذ خالد سليم إيه يعني المعجبين بتوعه برضه يفضل بالرونق بتاعه بالشيب الحلو اللي هم واخدينه عنه يعني. ولو هناخد بالنا يا جماعة في الفترة اللي فاتت دي هو ابتدى ينسحب من الغنى تدريجيا ويروح للتمثيل، وبقاله فترة بينسحب من التمثيل، فبقى كده الحمد لله هو انسحب من الغنى ومن التمثيل، ودي حاجة كويسة جدا وبتهيألي دي من أحسن الحاجات والقرارات اللي هو خدها في الكارير بتاعه كله وفي مصلحتنا كلنا بتهيألي يعني.